السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد في قناتي باب الأمل تيوب، قناة كلها أمل، قناة باب لأي طالب يحتاج المساعدة في البكالوريا باه نعاونوه. اليوم في هذا الفيديو حابة نخصص عن موضوع الحملة على الكومنتير، حابة نحكي فيها ولماش درتها وش الفايدة منها وكيفاش نديروها. ولكن قبل ما نبدا في الفيديوهات تعي دائما وابدا ما ننساش نذكركم ديروا لي جيم على الفيديو، تبارطاجيوا يعني ديروا شير كامل اصدقائكم وزملائكم، تشتركوا لي في القناه لكي مازالكم مشتركينش بالضغط على زر ابوني وتفعيل الجرس كيصلكم اي جديد. كذلك ما تنساوش تابونيو لي في الانستغرام وفي لاباج تاع الفيسبوك تاعي، حطيتهم لكم في بدايه الفيديو. تابونيو لي فيهم ملخصات جد رائعه، فيهم حوايج جميع المواد تخص يعني شعبه العلوم التجريبيه، مرات نحط شعبه الادب والفلسفه كذلك. نتوما روحوا ديروا لي شاركوا في هذه لاباج وفي الانستغرام وبارطاجيوها لصحابكم كذلك وطاقيوهم معاكم في لاباج تاع الفيسبوك، هما كذلك يستفادوا منها. ما تكونش كيما قلت لكم بخاله يعني كي تستفادوا فيديو كذلك غيركم. حابه نقول لكم في هذا الفيديو تاعي انه انا فتحت حملات على الكومونتير، اي واحد اي طالب مشترك في القناه تاعي يدخل في الكومونتير ويسالني اي سؤال فيما يخص مادتي الادب العربي والعلوم الفيزيائيه. نعم الادب العربي والعلوم الفيزيائيه، اي طالب منكم يروح في الكومونتير يكومونتي لي ويكتب لي سؤال هو يحس باشكال فيه هو ما فاهموش، انا نهز هذاك السؤال وفي رمضان ان شاء الله راح تبدا هذه يعني نبداو نخدموا عليها في شهر رمضان هذا القادم على الابواب. انا اي سؤال راح نهزه وندير عليه فيديو معين ونجاوب عليه، كان تاع فهامه كان تاع حفيده كان نصائح كان اي حاجه بداو كتبوا لي، كاين اللي كتبوا لي كاين اللي مازالوا. بسرعه كما قلت لكم انطلقوا، من نبدا ان شاء الله شهر رمضان راح نبدا نجاوبكم على جميع الاسئله تاعكم. الهدف منها اني حابه اي طالب درتها يعني كما نقولوها هذه ضرورية أني نديرها، هذه مش مزية من عندي، ضرورية بما أنكم أنتم شاركتوا في قناتي أنا راح نكون يعني من حقي أني ننزل لكم ونجاوبكم على الأسئلة تاعكم، من حقي أني نفهمكم، من حقي أني نخدم ونعاونكم ونقدم لكم كل المعلومات اللي عندي. كما قلت لكم اكتبوا لي اي سؤال عندكم اشكاليه فيه وراح نجاوبكم انا كما قلت لكم في رمضان ان شاء الله القادم، وراح نكون ان شاء الله في الخدمه للجميع. اي اشكاليه اي سؤال منهجيه حوايج ما فاهمينهمش نعاودوا، لانه في شهر رمضان راح نديروا الغيفيزيا مع بعضنا البعض ونكملوا الميكانيك ان شاء الله، بشويه بشويه راح نفضوا ان شاء الله. مازال لنا شهرين راح نبدعوا فيهم، نديروا لامبوسيبل في الشهرين هادو، اي واحد عنده مشكله يجي ان شاء الله راح نحاولوا نحلوها له. كما قلت لكم ما تشكوا من ولا شيء ما تخافوا من ولا شيء، انا ان شاء الله هنا في قناتي ندير لامبوسيبل باه نعاونكم، ندير لامبوسيبل عفوا باه نجاوب على جميع الاسئله تاعكم، وانتم كما قلت لكم تاني كونوا قدها. ولكن مازالكم مشتركين اشتركوا في القناه تاعي وكومنتيو لي اي سؤال حابينه. هذا الفيديو كان شويه خفيف بسيط باش نحكي لكم على هذه الحمله، يعني نحبكم بزاف، نقدر نكون هنا نهيت الفيديو تاعي، نقول لكم شوفوني في الفيديو القادم ان شاء الله وبون كوراج للجميع. سلام.